واحد بيقول برضو من مشاهدي الساد سيفن: لدي شعور بانه قد ضاع مني كل شيء جميل، ثقافتي وتعليمي وروحياتي، وفقدت احترام جميع من حولي، ولا اعلم لماذا ولمن وكيف اعيش، فلماذا كل هذا العذاب الذي انا فيه؟ ارشدنا. ما تحطش في مخك انك انت فقدت كل شيء، وان كنت فقدت اشياء كثيرة ابتدي من اول وجديد، وتستطيع ان تبني حياتك من اول وجديد وتستعيد احترام الناس ليك الى اخره. اما كن انك فقدت ثقافتك وتعليمك، ده مش معقول. الثقافة اللي بياخدها الانسان بيفقدها ازاي؟ هل بتضيع من ذاكرته؟ انت بتبالغ شوية في الموضوع ده. وروحياتك تستطيع تسترجعها بالتوبة. لا، بلاش النظرة السوداء دي، خليك متفائل شوية.